امتحانات الثانوية العامة، وآخر مثلا يكون عنده ظروف صحية أو ظروف اجتماعية إلى آخره من المناسبات اللي عدت علينا في الفترة اللي فاتت، متألمين أوي 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 إن هم ما جوش اتناولوا. فكان اللي يعني بتسمح ظروفه ونتقابل، كنت بسأله سؤال، قول له أنت اتناولت في حياتك كم مرة يا حبيبي؟ قبل الكورونا وقبل الكنائس ما تتقفل وقبل المشاكل دي، اتناولت في حياتك كم مرة؟ فكان يقول لي اتناولت كتير ما بعدش. فكنت أسأله سؤال، احنا عندنا في الكنيسة حد علمك من أبائنا أو كتبنا أو الكتاب المقدس أو أي حاجة من المصادر التعليم اللي نعرفها إن المناولة ليها اكسباير ديت، يعني ليها تاريخ صلاحية، يعني لازم نتناول مثلا مرة كل أسبوعين مثلا أو كل أسبوع، وإذا عدى الأسبوعين دول وما رجعناش نتناول كده خلاص مفعول المناولة الأولانية ضاعت؟ حد علمنا كده في الكنائس قبل كده؟ مفيش حاجة اسمها كده، الكتاب المقدس مكتوب فيه كده مدة صلاحية التناول 15 يوم، ما عندناش حاجة اسمها كده. آباء الكنيسة علمونا كده، مفيش حاجة اسمها كده، ما سمعناش. المناولة هي المناولة، التناول هو التناول، اللي تناول مرة زي 10. والدليل على كده، تعالوا نقرأ سير القديسين الكبار. القديس الأنبا بولا اللي قعد 90 سنة لا يرى وجه إنسان، لا يرى وجه إنسان، يعني ما كانش بيشوف حد أبونا يجي يناوله. طب ده تناول قد إيه في عمره؟ ومع ذلك احنا بنقول عليه ايه؟ القديس العظيم الأنبا بولا. القديسة مريم المصرية اللي راحت اتنسكت في برية في فلسطين وعاشت تائبة، وجالها القديس زوسيما مرة يناولها وقالت له تعالى لي مرة تانية السنة الجاية بالمناولة، علشان السنة الجاية هتيجي تلاقيني يعني بستعد للانتقال إلى آخره. يعني كانت تناول كم مرة في السنة؟ نفهم من الجملتين دول كم مرة في السنة؟ مرة واحدة. قالت له تعالى لي تاني زي اليومين دول السنة الجاية عشان هتناول قبل ما انتقل، وهكذا. إذا القصة مش بعدد المناولة، مش بالكترة. التناول ملهوش مدة صلاحية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، السيد المسيح كان بيوبخ الكتبة والفريسيين زي ما قرينا في الآية هنا على أنهم مهتمين قوي بالمظاهر الخارجية وبتتميم طقوس أو عادات وتقاليد ورثوها من الآباء والأجداد، ويعشرون النعناع والشبت والكمون، ولكن تركوا عنهم أثقال الناموس، تركوا عنهم الحكم والرحمة والإيمان. عدت علينا الأيام الصعبة بتاعت اللي كنا قاعدين فيها في البيت وحظر التجوال، وناس كتير للأسف فقدت أعمالها، فقدت مصدر دخلها، وياما أسر اتأثرت ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وحاجات كتير حصلت، ظروف صعبة كتير. الله يكون في عون الجميع. أنا بستعجب على اللي كان زعلان مش عايز يتناول، مش عارف يتناول قصدي، وعد عليه يومين العيد ومعرفش يتناول، ونسي إن جاره اللي جنبه فقد شغله وما راحش قدم له عمل رحمة، وافتكره وافتكر إن عمل الرحمة ده يمكن يكون أهم من أعمال كتير ممكن يعملها. مش هتجرأ وأقول أهم من المناولة، المناولة ما فيش حاجة أهم منها، بس عمل الرحمة اللي قال عنه الكتاب طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. جت أول الأزمة دي، الناس بقت خايفة لا تيجي علينا أيام ما نلاقيش أكل وشرب، ينزلوا يشتروا من المتاجر بكميات ضخمة الأكل والشرب والشولة، الأكل بالشوال ويخزن عنده في البيت. طب يا سيدي الله يزيد ويبارك ويجعل دايما بيتك عمران، بس افتكرت أخوك اللي جنبك اللي رزقه يوم بيوم، اللي هو ما كانش يقدر يشتري بالكميات دي، وعايز ينزل كل يوم يلاقي يدوبك على قده كيلو الحاجة الفلانية اللي هو عايز يشتريها على قد بيته، ويفتح بيته يعمره هو كمان بس بإمكانياته اللي على قده. ولا انت اهتميت بنفسك وبيتك وبس، وسبت أهم حاجة هي الرحمة، افتكر أخوك وسيب له حاجة هو كمان يعرف يشتريها بالقليل اللي عايش بيه، من غير ما تجرحه، من غير ما تخبط عليه وتقول له خد حسنة من عندي شنطة أكل اهي، لا هو مش عايز الحسنة،
هو الحمد لله بيشتغل ورزقه على قده صحيح، بس الحمد لله فاتح بيته ومكفي بيته، هو عاوز بس يروح المحل يلاقي طلبه، ما يلاقيش ناس تانية كانت أكثر طمعا وخدوا كل البضاعة وما لقولوش ما سابولوش هو حاجة في الآخر يلاقيها يأكلها لعياله. الرحمة. ركزنا على أعمال كلنا عارفينها وحافظينها، ركزنا على عادات وتقاليد ورثناها من الآباء والأنبياء والأجداد عفوا، ركزنا على حاجات نعشر النعناع والشبت والكمون ونسينا أثقل وصايا الناموس الحكم والرحمة والإيمان. صدقوني الفترة اللي فاتت دي كانت فترة كاشفة، أنا بسميها كده أزمة كاشفة، كشفت جوانا حاجات حلوة كتير وكمان كشفت حاجات مش حلوة كتير. عشان كده نشكر ربنا على الفترة اللي فاتت اللي هتخلينا نرجع نعيد حسابات أمور كتير في حياتنا. صحيح نشكر ربنا الكنائس اتفتحت، لكن عايز أقول لكم ما تندموش على الفترة اللي فاتت، لكن بالعكس تعالوا نستغلها، نرتب أوراقنا ونفكر ونشوف إيه اللي ناقصنا كان اليومين اللي فاتوا، إيه اللي تعلمناه اليومين اللي فاتوا من القعدة دي، وليكن نتعلم فضيلة واحدة حتى على الأقل، ولتكن فضيلة الرحمة. افتكر أخويا اللي ظروفه على قده، أخويا ده مش لازم يكون أخويا بالجسد ابن أمي وأبويا، ممكن يكون جاري، يمكن يكون زميلي، يمكن يكون معرفة قديمة، يمكن يكون ساكن حتى لو في حي تاني مش لازم نفس الحي اللي أنا فيه، لكن أنا عارف أن عنده ظروف معينة. أفتكره وأفتكر الآية الجميلة والكلمة الجميلة اللي علمها لنا رب المجد، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. عايز تنال رحمة في الأبدية، عايز تنال إكليل في الأبدية، تعال اتعلم من أمنا العذراء اللي سافرت الجبال علشان تخدم نسيبتها إليصابات، هذه المرأة العجوز اللي حبلت وهي في سن متقدم وراحت تخدمها، قدمت لها عمل رحمة وقف أمام الله في اليوم الأخير، وإحنا فرحانين إن إحنا كنا من اللي ينطبق عليهم أن إحنا رحماء فنرحم في اليوم الأخير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أرب رزفة في نارية قنوت شسن بترنت سوتوكوس ماريا اسما فين بن سوتي كان انو بناني برجي فس مروت جيبيوتني مبشيري نم ببن ما يسوه تتريا سجي كيفون تنوش تموس تنتيونس إن صوفيا سيبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي الحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض من يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد سواء المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب.